عايزين نتكلم على كمان على باتريك تشيك. باتريك تشيك مهاجم التشيكي يمكن اللي قدر يحرز هدف ويتساوى مع هداف البطولة لغاية دلوقتي رونالدو. باتريك تشيك بيقدم مباريات كبيرة جدا جدا، لعيب طبعا لاعب ليفركوزن الألماني، بيقدم مباريات كبيرة جدا وقدر يوصل للهدف رقم 5، وبكده بيعادل الرقم لغايه دلوقتي هداف البطوله هو كريستيانو رونالدو. الاثنين طبعا خرجوا من البطوله، لكن كمان عايزين نتكلم على نقطه مهمه جدا في الحقيقه كمان، يعني منتخب الدنمارك. منتخب الدنمارك حضراتكم عارفين يمكن كان بيلاقي صعوبه في بدايه البطوله مع اصابه طبعا كريستيان اريكسن وخروجه من المباراه بشكل كلنا عارفينه، ولكن منتخب الدنمارك هل هيحقق معجزه 92؟ ده طبعا قدام حضراتكم صوره جيل 92 اللي يمكن حضراتكم تفتكروا سنه 92 بعد طبعا احلال الاتحاد السوفيتي، وكان الدنمارك مش مؤهل للبطوله، لكن دخل للبطوله يعني بعد طبعا خروج الاتحاد السوفيتي وقدر يكسب هذه البطوله، بطوله تاريخيه. أداء الدنمارك في هذه البطولة أيضا من يعني زي ما بقول لحضراتكم الحصان الأسود. هل يقدر منتخب الدنمارك يقدر يحقق المعجزة ويعيد أمجاد 92؟ لكن أعتقد الأمور هتبقى صعبة جدا جدا، وخاصة هيصطدم بالعملاق الإنجليزي، المنتخب الإنجليزي اللي يمكن هيخش طبعا مباراة قبل النهائي.